California, en Nice. Entonces, aprovecha, no podemos creer. Ahora, ya está. Está bien, dicho tu nombre. Haz tu nombre. Yo soy un poco más. Oh. En el dicho tu nombre. Thank you.
تدريب وقعت من الكوما سيرجر ليه وقعت من الكوما سيرجر صار سكير ليه تسيب ليه ده بريف رايزر بعرف ان دي قعت من الكوما سيرجر مش مهم اي بدته من الكوبريتو ومعاه تراب فتلاقي في البليت بتاع الركوب تلاقي صورة دي ما فيهاش دايركت سليم اهو تلاقي الايفكت كونتيتا بروجوما تلاقي بعد كده بنقول سيف عودة البليت بتاع اوتوماتيك سندروم بشكل في خمسة عودة كبير هدوك شوفوها
ملكنا في الشغل. الكومبليكيشن ده بيحصل معاها عليها سكند انفلاميشن وسكند انفكشن، لكن السبريد بتاعها والبريد بتاعها ولا الكم بيصعب الطب بين 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 ما بيحصلش عليها. زنزلازما زنزلازما شرحت دي خدتوها في الانتشار؟ اي ايش تردوا ليه؟ تروبين ينزلوا شرايط. سنايل. انواع مختلفة من الاكتروبين. دي ادفانس مش عارف. ده سيكاتريشة للبروبلم لما تلاقي سكارة هنا وشايفة عليك، بس سيكاتريشة للبروبلم سيكاتريشة للبروبلم عمل سيرجري مثلا او واخد بير او واخد اي حاجة فعمل سكار في ده سيكاتريشة للبروبلم. طيب ايه لازم تكون السيكاتريشة ده بسيرجري؟ بعد البندل الانفكشن برضه اللي بيكون مايكوز ده معانا
Iglesia de Dios. Tiene que ver con los tiempos. Bailando el país, con Marco Britannia, y bajar el nombre. Empezó a en la rueda, en el Sikibrin, o el Mao Brin, a Shakira, que le quedó en las manos, se le dejó usted. ده سنتر الله بيقول لك ده ازاي كله سنتر كله مربوط
линии, летная отделение пружин, а выделяющая линия пружин. الموقع
لو لقينا اللاين الاحمر ده ناحيه العين اللي عليها الرولز بدات تكسر الكروبي، مش دي العين اللي عليها الرولز؟ ده اللاين الاحمر راح لبره ناحيتها بدات تكسر الكروبي. يعني هو لابس كده اللاين ده دي كده بدات تكسر الكروبي. ماشي؟ وصلت دي؟ سواء انت بتجيب المنصب اللي تلغى تلغى عندنا رايت الرايت اي دوت تمام وهو بيتحرك ليفت دي ما جاتش معانا هو بيتحرك رايت دي راح رايت دي غلطه ريكس تمام لما بصت فوق دي ما راحتش معانا لما بصت تحت دي ما جاتش معانا تمام لما بصت بره جنب دي ما جاتش معانا ده طبعا سيف نفس بوت عكس الصوره اللي فاتت ليت سيجنال فتوس نفس القصه راي سيف نفس بوت Yeah.
لا دي انفيريور دي اليمين اللفتة شغالة مين؟ مين يعني في الريكتس؟ تمام يبقى اللفتة اي عشان نفهمها في الانتجريشن والانتجريشن طب الطاي عكس بعض بره وفوق شنو الريكتس؟ بره وتحت اديهم ريكتس الاوبليكس جوه وعكسه يبقى بره لما انا اقول بره اروح دماغ الريكتاي كل واحده ناحيتها بره فوق شنو ريكتس بره وتحت اديهم ريكتس بره فوق لما اقول جوه اروح ناحيه الايه؟ اوبليكس وعكسه جوه تحت شنو الاوبليك جوه فوق اديهم ريكتس تبص الصوره دي يبقى هنا شغاله مين؟ الفيوريت ده اسمها ده يجي عليها شويه تمام طيب المفروض يشتغل مع مين هنا السلول الاوبليك تمام الجوه بص جوه وتحت السلول الاوبليك هنا مش جايه معاه يبقى ده هتلاقي العين دي رافعه لفوق يبقى دي باصه لتحت لكن دي مش ده مش نازله تحت تاني ده اهم شريحه في الفورس نيرف فورس ده دي الاكشن بتاعه في السلول الاوبليك بص الصوره دي لما يبص يمين دي ما راحتش معاك
ده اخطر سيرجري عشان الصوره دي غلط، انا هحطها في الصوره صح، ده شغلها عندي اخطر سيرجري تمام. لكن الصور الاساسيه لما تاني دول لما عملت سيرجري صح هو بيتفكس صح؟ صورة زي كده كونجيتا ليس بروبيا، كونجيتا ليس بروبيا فتاة صغيرين اطلعها في الراس زي كده كونجيتا ليس بروبيا تفرز بقى العين اللي من جوه الصورة اللي حصلت كده صورة زي كده الفانتاي ليس بروبيا، الفانتاي ليس بروبيا، كونجيتا ليس بروبيا بنستنى عليه يعني كامل ست سنة ويعمل سيرجري لو هو مش متفاجئ. لو طفل صغير وعينه بره تكون شيء تلاقيش دي مش فاتحة أوي. حلو جت في الامتحان دي طفل زي طفل زي العسل شو مو صغير عند سكة رايح وجاي وزاوية تروح وتجيش وتختفي مرة تظهر مرة يصير لو جت صورة زي كده يبقى انفانتايل اكس بروبلم، انفانتايل اكس بروبلم. مكتوب سكند لو حد ياخد باله دي؟ لو خدنا بالنا النمر هنا ايه؟ ابيض. لو ممكن عنده ليك كوبريا ما بتشوفهاش كويس نتج عنها ان العيان بيصور عند الليبر حاجة كده بره. ده سكند اكس بروبلم. كان صعب شوية بس سنة أخذته ده ولا لا؟ الفردوس لذيذ سنة أكيد الفيديو كله طلع من تحت تسرع الجيل من 2000 هم الشغل الحر كله قال اسمع ازاي في البلايستيشن بيساعدوهم الفيس باين جدا بص ده هنا كلها بتجمع ده رتع تعالي ده هتلاقي المنص كله ابيض اللي باين ابيض ده سكرين اصلا مفيش بيتني في الرتع فالسكرين كلها باينه ده هندي ده كونجيتا الانتيل الكوبري كونجيتا الانتيل الكوبري ده عين بني وعين على ده برضه يجي له كروميوم ده كرم ده كرم زي ما قلنا زمان معظم يبقى ديفرنس دي او ذا سيم كرم ديفرنس دي او ذا سيم كرم ولكن دي تبقى ريل ريل يبقى الوان مختلفة عين لون وعين لون ده ريل لكن الكروم يبقى نفس درجات مختلفة من اللون الواحد ده يوجد لك الدكتور كروميوم يوجد لك الدكتور كروميوم نفس القصة أخذت الصورة دي أنا أدري إيه أنا أدري إيه أنا أعطيتها كويس الصورة دي نزلت سريعة مرة ده كنت أن أي ريجو لو خدت بالك هتلاقي سيري ده سيري البوت ده البروسيس بتاع سيري البوت مفيش ايرس خالص والاحمر اللي باين ده ريفلكس الاحمر ده واللي في النص دي كونجيتا سفينوفيكيا لينس مدوره عامله زي الكوره كونجيتا سفينوفيكيا ده انا ايريديا كونجيتا العلوي معاها ابسنس وسارس ايرس معاها كونجيتا سفينوفيكيا زي ما انت شايف يس طب ده مش بيرفكت ده مش بيوم الواسع ده دي لينس دي لينس وده لينس فليكس بتاع رتنا والاسود ده سيريال بروسيس اند ذير از نو ايرس تمام نركز في الصوره دي انتوا خدتوا الصوره دي؟ اه ده كنت جدا هم اللي بيسكروا في الايرس حسب ما بقول كوريا تلاقي الايرس كده في
في بلدان كتيرة عامل لك كذا دور كذا دور سنابولي كله دي مهمة. كونجينال كروموما فايروس، كونجينال كروموما فايروس مهم زي ما كان زمان هنا كونجينال كروموما فايروس. احنا كونجينال كروموما فايروس قد تكون كومبليت وقد تكون ان كومبليت. الكومبليت لو هي واخدة معايا ايه؟ يوبيا تراك فار. لما معاها كونجينال كروموما فايروس يوبيا تراك ان لحد توصل لوقت تراك فار يبقى كومبليت كروموما. لو واخدة فايروس بس يبقى ان كومبليت كروموما. تمام؟ ده كومبليت كروموما يعني صعب وصفه حاجه دوت اثنين ده كل ده كروموما سبيكتر ده حته انت بسيطه خالص على جنب وده كومبليت كروموما ده كروموما ايه قدام ومكمله ورا عامله كومبليت كروموما ده في ستوك الصوره بتاع الهايلايت بتاع الصوره الثانيه دي صوره مهمه بقى كومبليكيشن مهارات اسمه تريتمنت وكده الانجكشنز بانواع مختلفه يبقى عارف الصوره دي كويس والتي دي بتاع الانفايت لو كانت فاتو فات او لارج تي دي بتاع البروتين جراند نورمال سوفيايتس تي دي طبعا كلاس بريسيتيتس طلع لسه اللي بتاع لسه هو ده
كل مرة. ده نيو بيزنس. ناس قدام الكترون النوبي. يعني مش ناس النيو بيزنس. لا. النيو بيزنس الحمراء اللي الديش الاحمر ده كله ده نيو بيزنس. ده احنا عملناه في السوق في اول صورة ده. السورة سنيكا في سلون دي جوبل فايل في المنتشة على لسلة كومبليكيشن او في البيعيس مش مهم مش مهم مش مهم تمام؟ لأن الحياة السهلة البسيطة أنا عارف بسرعة كده عشان نجلس محاول في معظم المنتشات هيدا الترجع طيب متى؟ تريجيا طبعا تريجيا أسبابه علاجه كل ده تعرفه من النظر انا مش هتكلم تمام؟ ده تريجيوم برضه كونفرس تريجيوم هو ليك وليك وباضي تبع عارف ده تريجيوم انا عارف بسرعه تمام؟ لو في حاجه تفهم استوقفوني فيها مفيش مشكله تمام؟ كل دي انواع تريجيوم والتريجيوم لو كان واصل ومعاد الجبل ونغطى على الكتنة خالص بلاج مسجل يسكرات الباطل تمام؟ يعني لو نيجا معاد اليوبي وصل الناحية التانية تمام؟ مش هيبقى معاك سجل تدريجيا لو معاد الناحية التانية وقف اليوبي خالص يبقى باين مسجل يسكرات الباطل من بيت كرات الباطل تمام؟ الصوت مش واقع ابعد ولا كده كمان؟ لا لا يا معروف الصوت كده اهو بتصور السقف اذا كان تيجي كروس الجيوب وقابل الجيوب الخاص فالله يديك الاس بين ريدي بلاك باس تمام السودو تريجيوم عباره عن قرنه راسه حصل عليها كروس قرنه كل طيب الصوت واضح وليتر كونجكتيفايتس بعرض الكوليتس اسبابه وعلاجه موست كومن كوز الممبرين كونجكتيفايتس اللي هي كونجكتيف على الممبرين زي كده يبقى عارف الممبرين الموست كومن كوز اورجانيزم ايه هو اللاين تريتمنت ايه هو اهم رد تريتمنت كلابي زي الممبرين تشيل الممبرين عشان انتيبيوتكس توصل للكونجكتيف ماشي ليه دي ما يعملوش ما فيش هوا؟ مفيش هوا ده حالات الام بي سي عاديه خالص حالات الام بي سي عاديه طفل صغير في المنظر ده في الاوكسان من 50 من الكرة تبقى عارف في البوست كورس في اورجانيزم فالباين تيجي الفليكتن والكريستلايتس الفليكتن يبقى حاجه بيضه زي كده يعني دي مش مع الاستيرويد فاكتور وده مع الفريكم هاكتور اذا الفريكم هتلاقيه عند الليمبس لو هي نفس الليجن بالظبط راح ناحيه السكليرا يبقى كيب سكليرايز ده بيها الكونجكتيفايتس مطور من برينا صح هتلاقي ده بيجي اكتر من كده بكتير تبقى عارف زي جاينت بيها الكونجكتيفايتس بعد كل الفوز الناس اللي عندهم كرونيك الرجي او الكونتاكت لينس كبيره بتاعوا الناس المرمينها في الفيشه بتاعتها الفيشه نفس القصه سلفات نزلت الصور دي الكومبليشنز والجديد ممكن تنزل طب من الطيب الحاجات الوايتش مدام من الليمبا سلمبر والعنيزة اللي هي بتاعت زيرو ثانية هي حالات الدراي اي الوايت بتيجي في محطة لازم تستخدم مع حاجات ارتفيشال دي في فيتامين اي عشان يبقى حلو عندهم فيتامين اي ديفيشنسي
البلس بتاع التراكمه اللي بعرضه عشان الجزء كان في الاورجانيزم والموست افكتيف تريتمنت. وانت مصاب بالله كده؟ ايوه. دي مش مهم. لما تجيب لك صور متجمعه زي كده انت بتعرف تلاقي التراكم في الديفرنت ستيج بتاعتك. تمام؟ اللي هي الفرنسا على كده هي بتفريز بتفريز حصل في البدايه حصل سكار مكان بتفريز او لبس. تعمل لهم بعد حتى من السن
من الجروب بتاعي طلع من السكينة كده أو طلع من الجروب ده اللي هو الكومبليكيشن في الجروب أو السوشيال اسمها سيرو ده فلو. في بص فيكشن أربع سنين طبعا دايما شفت الدراسة بعض طيب كان شيء يوم شايف الجروب في النص تسجيلات كافية طبعا ترانزيت ريزنج ديجنز يعملوا سكراب مش كتير بيعمل أفضل من كيس الجراد البصري مريض عامل عملية زرع قرنية في الخلايا الجديدة.